والدلتا عندنا. استاذنك ناخد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزاره الري. باشمهندس محمد ازي حضرتك؟ اهلا بفندم حضرتك. اهلا بيك. يعني احنا بنتكلم في ملف سد النهضه، فعايز حضرتك تقول لي كيف تسير المفاوضات الان، وهل هناك فرصه امام الدول الثلاثه لتحقيق التوافق؟ هو دايما وابدا يا فندم الفرصه موجوده ودايما، واعتقد ان احنا فعلا اذا كانت هناك فعلا اراده حقيقيه للوصول للتوافق، اعتقد قادرين ان شاء الله الثلاث دول انها توصل للتوافق في ظل الرعايه الدوليه دلوقتي بنتكلم عليها، سواء من الاتحاد الافريقي او طبعا وجود الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وهيئه المكتب الاتحاد الافريقي. انا اعتقد العالم كله شاهد المشهد واضح تماما، واضح مين اللي حريص ان هو يوصل ومين اللي ما زال لسه لديه اراده. نقدر نقول ان احنا بنقدم خلال الفتره دي بنستكمل سلسله مفاوضات كانت يعني توقفت لاسباب عده وحضراتكم طبعا عارفينها خلال الفتره اللي فاتت، ثم تم الاعلان عن مبادره طبعا من الاتحاد الافريقي استجبت ليها بشكل واضح جدا، وبدات امبارح الفلتات بوجود معها او نقدر نقول عليهم المراقبين الثلاثه بالاضافه ما تم اضافتهم من الاتحاد الافريقي نفسه. يعني تمت امبارح جلسه على مدار 5 ساعات، وما زال فعلا هناك نقاط جوهريه نقدر نقول انها يعني ما زالت نقاط جوهريه وخلافات حول بعض النقاط الفنيه والقانونيه. نتمنى النهارده نقدر نوصل لجزء يعني من التحسن فيها، والايام الجايه تفرز المشهد بشكل واضح يعني. طيب دكتور محمد، انا عايز حضرتك تكلمني بصراحه، يعني في حجم الاضرار اللي تقع على مصر والسودان في حاله انهيار هذا السد، وانا عارفين ان اثيوبيا لم تنصاع لاي تقارير فنيه في انشاء هذا السد. لا يعني خليني اقول لك ان لم يكن هناك اضرار هنتاثر بها، فبالتاكيد ما كانش هيبقى في ازمه. يعني مؤكد ان هناك اضرار، سواء اضرار متعلقه ب حجم المياه الوارد الى مصر اللي هيتاثر، او دول المصافه طبعا مصر والسودان اللي هيتاثر. طبعا بنتكلم عن اضرار بنتكلم عن باستيفاء الاحتياجات المائيه لدول المصب، حاجات كتير جدا يعني اتكلمنا فيها باستفاضه، وممكن نتكلم مع حضرتك لو في اي حاجه مش واضحه، لكن بالتاكيد هناك اضرار. ان لم يتم التوصل لاتفاق ستكون هناك ازمه حقيقيه لدول المصب، ان لم يكن هناك اتفاق وملزم. تفضل يا باشمهندس محمد. طيب باشمهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري، بشكر حضرتك جدا على المداخله معنا، واضح ان حصل مشكله في الاتصال.